للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامي. أهلا بك أستاذ عمر. يعني سيدي بداية، البركة موجودة أصلا في المكان وتغير لون مياهها أم ظهرت البركة مؤخرا بهذه المياه الحمراء؟ البركة سيدي هناك عدد من البرك موجودة محاذية للبحر الميت، هي عبارة عن سبخات. نعم. نتيجة تعرف التراجع في مياه البحر الميت من سنوات طويلة، وهذا شيء طبيعي. وإحنا هذه الظاهرة يعني أخذنا عينات لدارة المختبرات، ولكن هذه الظاهرة يعني على ما أعتقد أنه ستتكرر بين الحين والآخر بالمياه المالحة. وتعرف كان عندنا الصيف في درجات حرارة من شدة الطوب. نعم صحيح. وارتفاع درجات الحرارة قد تتكون بعض الطحالب في المياه تسمى بالدونيليلا سالينا، وهذه الطحالب قد تسبب تحويل المياه إلى اللون الأحمر، وهي ظاهرة بيئية معروفة حدثت في الصين وفي المكسيك، وأحيانا أخرى حدثت في البحر الميت في أوقات سابقة. نعم. ولكن إحنا لمزيد من الوقوف على هذه الحادثة بالتفصيل نطمئن الجميع أن البركة معزولة عن البحر الميت، ليست من مياه البحر. قمنا بأخذ العينات وسنقوم بتحليلها والوقوف عليها ومعرفة الأسباب لهذا التجمع المغلق، وهو نؤكد على أنه ليس من مياه البحر الميت. نعم، يعني سيد عمر، إذن يعني هناك احتمالية أن يكون هذا النوع من الطحالب وبعض أنواع البكتيريا، نعم، وبعد تعرضها للشمس تحولت إلى اللون الأحمر، يعني ممكن أن يكون هذا هو السبب في الحديث عن هذه البركة. هذا يعني قد يكون أحد التفسيرات العلمية المنطقية لما جرى، ولكن مثل ما قلت لك ودنا أخذت عينات، وإن شاء الله يقومون الآن بتحليلها ودراستها، وإن شاء الله سيتم الإعلان ولا يوجد أي قلق وخوف من ذلك. نعم، هل هناك روافد يعني دائمة لتعبئة هذه البركة؟ هل تم فحصها؟ لا، هذه البرك سيد العزيز هي موجودة باستمرار خلال نعم. أوقات من مياه البحر وأوقات الشتاء تتجمع فيها المياه، وتعرف طبيعة الأرض مالحة جدا. صحيح. البحر الميت، فبالتالي قد تحدث مثل هذه الظاهرة نتيجة شدة درجات الحرارة وانكسار الضوء داخل المياه فتتكون بعض الطحالب. هذا التفسير العلمي والمنطقي. نعم نعم، إذن هي يعني حدث في البحر الميت يعني مثل هذه الحالات في سنوات سابقة. نعم، إذن هي ظاهرة يعني ليست جديدة. نعم. وتم نعم. التعامل مع مثل هذه نعم. يعني الظواهر. إن شاء الله إحنا حال ورود نعم. الفحوصات النهائية وسنقوم بالوقوف على الأسباب والإعلان ذلك بشكل شفاف وواضح، وهي بركة صغيرة يعني ليست كبيرة الحجم بالمناسبة. نعم، يعني ولا تسرب للمياه منها إلى البحر الميت. نعم نعم، بعيد عن البحر. نعم نعم، سنتابع معك أولا بأول الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.